بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة زراعة في مصر وأسعار الخضار. النهاردة عند الحاج محمود النمس، وهيقول لنا على إزاي نكمر المانجا، وهيقول لنا على الطرق الصحيحة عشان تكمر المانجا وتطيب. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك للفيديو، اللايك بيرفع الفيديو ويخلي غيرك يستفيد. اللايك ده مجانا والاشتراك في القناة ببلاش. ممكن تشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم يا حاج محمود. السلام ورحمة الله وبركاته. ورينا على حاج محمود كيف بتكمر المانجا. نجيب كرتونه. تمام. يعني حاجات بسيطه ومتوفر عند الناس كلها. نجيب كرتونه زي دي. تمام. طيب كبيره ولا صغيره؟ على حسب اللي انت هتكمل. يعني زي ما انت عايز يعني. يعني على حسب ما انت عاوز. تمام. وهتقيس كده. تمام. لان لازم يبقى في الجعر تحت. لازم يبقى في حته كرتونه، لازم. نرجو من الجميع بس ان هو يتابع الفيديو لحظه بلحظه بحيث ان انت تستفيد، بس احنا اهم حاجه عندنا المشاهد حاج محمود يستفيد. احنا بنعمل ده كل يوم عشان المشاهد. انت بتعمل فيديوهات ليه وتتعب يا استاذ حسن؟ انا والله اهم حاجه نفيد المشاهدين بس والمتابعين عشان تستفيد. تمام تمام. يعني انت لازم تحط لها واحده ثانيه فوق عشان ما تاخدش هواء. طيب تمام. ورينا عد كيف عدد ترص فيها ال... حسن ايه؟ نجيب المانجا اللي هي ايه خلاص على الاستوى، يعني استوت شويه بس ان هي ما تعفنش. لان اللي هي بتبقى ايه اللي بتبقى استوت حسن ما تنفعش تكمل. ليه ما استوتش؟ بس تكون ايه خلاص النضج بتاعها خلاص. انا نرجع عشان هي السياره بالمليون. انا شايف في واحده هنا يا حاج محمود، ما شاء الله دي، بس هي ناشفه شويه يا حاج محمود. هي بتقعد طبعا حط من فوق. دي في الرصه من فوق. طب بس نجي كده ورينا بترص ازاي عشان نفيد بس الناس. خد حتى خد جيب لك الكراتين دي معايا ولا تعالى هنا. طيب سيبها ما احنا هنيجي هنا تاني. طيب ماشي يا حاج محمود. انا شايف مانجا كتيره ما شاء الله عندك هنا يا حاج محمود. لا معايا كلها مانجا. نج كده ورينا. طيب بترص ازاي؟ بص نجيب اللي هي زي تمام وهنرصها فوق بعضيها. ده يطيب ده يا حاج محمود؟ ايوه يطيب ان شاء الله. عايزين نجيب الشوية اللي فوق، بس انا اجيب الشوية اوعى تطفي من انت. ده هيترص يا استاذ حسن لسه. تمام ماشي. ما انا عايزين نشوف طريقه رصه بس يا حاج محمود. ماشي. ما انا هرصهم بس لما نقعد في الضله وايه. طيب ماشي. بس عايزين نجيب الشويه اللي فوق دول. طيب هات القرايبين دلوقتي بس عشان وقت الفيديو، عشان المشاهد بس مش عايزين يعني المشاهد يزهق ولا يمل من الفيديو. طب دقيقه فهات هات لنا شويه قرايبين كده رص لنا ال اعمل لك طريقه الرص وانت ايه انت براحتك. ناقص حسن منك بس حسن هم هيترص. دي طريقة الرص يا حاج محمود. تمام. معايا انت ولا ايه؟ معاك يا حاج محمود. ماشي خليك معايا للاخر. يا ريت تقول للناس تشترك في القناة وتعمل لايك. مالكش دعوة انت بالقناة، سيبك من القناة. حاضر.
يا استاذ حسن، دي اول رصه. ماشي، طيب نعمل ايه تاني يا حاج احمد؟ هنحط بين كل رصه يا استاذ حسن حته الكرتونه اللي بنحطها. ماشي، هتتقاس كده يا استاذ حسن. تمام، وهنيجي قصينها. كده اللي عاوز يجرب ويعمل يقمر المانجا. ماشي يا استاذ حسن، طب ما انت ممكن تلفها كده يا حاج محمود احسن بدل ما تقصها تاني. اما كده نازله محشوره. لا كده كويسه تقريبا، صح كده؟ تمام ماشي. احنا كنا عاوزين نخف عشان الجوانب. لا مش مهم ده، ما تضايقناش في الرصه تقريبا. لا ما تضايقش. ليه؟ لان انت هترص كده. لا ما تعملش حاجه. تمام، دي الرصة التانية يا استاذ حسن وهنكملها. الصفرة اللي زي كده دي المفروض تكمل على حاج محمود. طب كملنا كده الرصة دي، كده آخر رصة دي عشان بس إيه؟ عشان نقفل بيها؟ وقول لنا تقعد كام يوم بعد كده، بعد ما تخلصنا الرصة دي قول تقعد كام يوم ونشوف والكلام ده يعني. ايه رايك كده؟ تمام كده حاجة. خليك معايا عشان ايه؟ طبيعيين تبقوا ايه واخدة بالك لما اجيب بقية الكرتون. استاذ حسن، استاذ حسن تمام يا حاج محمود. انا عاد لو عايز اكمل عاد الكرتونه كلها تكملها لحد الاخر لفوق. تمام، هنقص حته ثاني. تمام، خليك معايا. سهله على الطريقه، سهله وبسيطه يعني، مش كل حاجه موفره عندك. حتى لو هتشتري من السوق يا استاذ حسن. اشتري ايه؟ المانجا. يعني لو الستة تشتريها في البيت. ولقيتها خضرة شوية. ولقيتها خضرة وعايزة تعملها كده ما فيش أي مشاكل يعني. بس تقريبا ما فيش في السوق ما بأخضر جوا. هو كله بيتكمر زي كده صح؟ لا لا لا، في موجود أخضر. بص، أي حاجة في الفاكهة يا استاذ حسن أنت عاوز تجيبها، في الأخضر وفي الطايب. في المستوي وفي اللي لسه. في ناس بتستطعمها كده. ماشي يا استاذ حسن، نزلها حتى حشر حاج محمود برضه ايه، بحيث ان هي اما ايوه تسند. دي عاد لو كل رصه طبعا تاخد ايه؟ تاخد كرتونه زي لازم فاصل بينه وبين الرصه. المفروض ان الطيبين دول يبقوا منفوخ خالص، لما يكون في طيب جوه تخليه منفوخ خالص. طيب زي كده. طيب كل يعني كل كام يوم ابص عليهم انا اعرفهم؟ كل ثلاث ايام. ما لقيتهمش طابوا شوف اليوم اخليهم يومين وابص. تمام، نقفل الكرتونه كويس. هتغطيها بايه طيب بعد ما تتقفل؟ شوف كيس وتيجي ملبسها جوه وتسيبها. اللي هو كيس البلاستيك صح؟ ما يخشلهاش هواء. اللي هو كيس البلاستيك يعني. كيس البلاستيك. هي كده، ده طريقة ايه؟ تمام. تكمير المانجا او ازاي تخلي المانجا تطيب صح؟ تمام. شكرا ليك يا حاج محمود. شكرا.